ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما. رجعنا نعمل فيديو تاني جديد هنا على هوم سينما. ظبطنا القعده اهو دلوقتي، رجعنا شويه حاجات جديده كده بقى، مايكات وحركات وسيت اب بقى وبتاع، يعني حاجه كده برضو يعني عارفين برضو الواحد برضو كده حب ان هو يطور نفسه شويه بدل القعده برضو على السرير وعلى والبطانيات بقى وبتاع. بس انا كان بالنسبه لي القعده دي، يعني انا بالنسبه لي كنت بحب القعده دي جدا، القعده بيبقى فيها دفى كده وبتاع. بس برضو ممكن قلت حضراتكم مش عاجبكم يعني القعده دي قوي، ان انا قاعد وممدد وبعمل مراجعه وبتاع. بس انا بصراحه كنت بحبها قوي القعده دي، حاسس ان هي قعده سيمبل كده وبتاع تحت البطانيه. بس انا كنت قايل ان دي هتبقى مجرد فتره مؤقته لحد الدنيا لما بتبقى ساقعه وكده. هي بصراحه الفتره دي الدنيا يعني هي ساقعه وكل حاجه، بس مش زي الاول. يعني الاول كان الاول كان ساقعه بغباء وكان الدنيا بتشتي جامد وبتاع، فالواحد كان محتاج يتدفى وانا بصراحه كنت مكسل اقوم. فبدل ما كنت اعمل فيديوز، بدل ما كنتش اعمل اي حاجه، قلت وانا قاعد اعمل فيديو عادي جدا. بس طالما الدنيا اتظبطت شويه والجو ابتدى يحرر سيكا، ممكن بالنسبه لي، ممكن بحضراتكم بالنسبه، ممكن يكون الجو ساقع بالنسبه لكم، بس انا بالنسبه لي الجو حر. النهارده رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن جديد لمسلسل لوكي، هينزل سنه 2021، هينزل السنه الجايه. من كام يوم تقريبا كان في حاجه تابعه ديزني ان هو كان في مسلسلات، يعني اعلنوا على اسامي مسلسلات وافلام وحاجات تانية كده بتاعت فيز 4 هتنزل يعني تبع مارفل. بصراحه ما كنتش متحمس جدا. ليه مش متحمس؟ لان انا شايف من وجهه نظري ان الفيز الجديده دي بصراحه هتبقى مش حلوه. يعني عندكم يعني من ناحيه الافلام، في بلاك ويدو هينزل السنه الجايه، وبعد كده في تشانغ تشي اللي هو البطل الصيني ده ولا الكوري ده اللي هينزل، وبعد كده في حاجه اسمها ايترنالز ده برده 2021، وبعد كده في سبايدر مان. كل الافلام اللي بقول لكم عليها دي على فكره المفروض تنزل 2021. يعني في سبايدر مان اللي حصل عليه كلام كتير الفتره اللي فاتت ان هم عايزين يعملوا حاجه مالتي فيرس، ان هو يبقى فيه ثلاثه سبايدر مان، ويحطوا توم هولاند ويحطوا توبي ماجواير ويحطوا اندرو جارفيلد، واحتمال هيبقى فيه دكتور سترينج معاه. وغير كمان ان هيبقى في سنه 2022 بقى، دي افلام 2022، هيبقى فيه دكتور سترينج، فيلم جديد بتاع دكتور سترينج اسمه مالتي فيرس اوف مادنس، هيبقى معاه واندا اللي هي الاحمر دي اللي بتعمل كده وبتاع حركات تمام. وهيبقى فيه كمان ثور لاف اند ثاندر، بصراحه مش متحمس له خالص. هيبقى فيه ناتالي بورتمان هتبقى معاه مع ثور، وهيبقى فيه بلاك بانثر 2 برضو هيبقى 2022. من هنا بقى هيبقى 2022 بلاك بانثر 2، احتمال كبير شوري هي هتبقى بلاك بانثر 2. بس انا من وجهه نظري انا شايف يعني الامس يعني الاحسن واحد ان هو يبقى بلاك بانثر بعد ما توفى يعني تشادويك بوزمان، يبقى مكانه كيليمونجر اللي هو مايكل بي جوردن. انا احساسي كبير ان هو ما ماتش في الجزء الاولاني، يعني ما جابوش وهو بيموت. بس انا شايف من وجهه نظر هم ممكن يرجعوه تاني ويبقى هو بلاك بانثر ان شاء الله حتى لفتره مؤقته، وبعد كده شوري بقى تبقى اخت اللي هي اخت تشادويك بوزمان في الفيلم، تبقى هي بعد كده بلاك بانثر. لكن فكره ان البنت تبقى بلاك بانثر على طول دي بصراحه قفيله شويه. وبعد كده في كابتن مارفل 2، من اكتر الافلام اللي انا حرفيا مش متحمس لها نهائي في سنه 2022. الجزء الاولاني كان بجد يعني استغفر الله العظيم، يعني ده مش فيلم يعني. وبعد كده في جاردين اوف ذا جالاكسي 3 الجزء الثالث هينزل، بس مش عارف اذا كان سنه 2022 ولا 2023. وبعد كده اعلنوا في فيلم تاني هينزل هو انت مان اند ذا واسب كوانتومانيا، ده الجزء الثالث بتاع فيلم انت مان. انا بحب انت مان عن نفسي. وبعد كده هيبقى في كمان فانتاستيك فور. يعني انا عن نفسي انا ما بحبش فانتاستيك فور، انا ما بحبوش خالص، بكرهه، سواء الاجزاء القديمه اللي كانوا عاملينها بتاعه 2004 او 2005 حاجه زي كده، اللي كان فيه جيسيكا البا، وكان في حتى كريس ايفنس اللي عمل كابتن امريكا كان هو واحد من ضمن الناس بتاعه فانتاستيك فور. يعني كان هو اللي كان تقريبا اللي بتحول لنار يعني حاجه زي كده. وبعد كده عملوا منه الجزء الثاني اللي هو سيلفر سيرفر تقريبا كان اسمه، برضو كان فاشل، انا بالنسبه لي ما عجبنيش خالص. وبعد كده في سنه مش عارف 2011 2012 على ما اعتقد عملوا جزء ثاني كان فيه مايلز تيلر، وتقريبا كان فيه مايكل بي جوردن. فانتاستيك فور برضو كان فاشل 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 فاشل، من هنا الفاشل السنه الجايه يعني. وما اعرفش بقى اذا كان هيعملوا كمان اكس مان ولا لا. بس قالوا ان هو احتمال هيعملوا حاجه ليها علاقه باكس مان، بس مش هيبقى قبل 2025 وعليكم خير ان شاء الله. وبعد كده في فيلم اللي هو بليد اللي هو هيبقى فاكرين فيلم بليد بتاع ويسلي سنايبس اللي كان نزل في اوائل الالفينات؟ انا بصراحه انا كنت بحب الفيلم ده وكنت بحب دور ويسلي سنايبس فيه جدا.
بس مع الاسف مش هيبقى ويسلي سنايبس هو هيبقى بليد. في الجزء الجديد هيبقى مهرشال علي هو اللي هيبقى بليد، وانا بصراحه مش متحمس خالص لمهرشال علي في بليد، على انا بحب على فكره مهرشال علي، بحب تمثيله جدا يعني، بس بصراحه مش متحمس يعني ان مهرشال علي ان هو يبقى بليد. ده بالنسبه لفيس 4 لافلام عالم مارفل السينمائي. اما بالنسبه بقى للمسلسلات، عندنا واندا فيجن ده اللي المفروض هينزل في يناير السنه الجايه، ده اللي المفروض هيتعرض يعني السنه الجايه في 2021. وبعد كده في ذا فالكون وينتر سولجر، ده احنا لسه انا ما شفتش التريلر بتاعه لحد دلوقتي، هو على ما اعتقد هينزل في مارس السنه الجايه 2021. يعني فكره ان هيعملوا مسلسل فالكون وينتر سولجر ده هيبقى حاجه قفيله بصراحه، وانا اصلا لحد دلوقتي يعني مقهور ان فالكون ده هو اللي يبقى كابتن امريكا، انا يعني ما اعرفش ازاي بس ماشي يعني ما علينا. وفي كمان معانا لوكي، ده هينزل في مايو 2021 السنه الجايه، وده اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن ان شاء الله دلوقتي. وفي مسلسل تاني اسمه وات اف هينزل برضو السنه الجايه، وفي مسز مارفل، ده بالنسبه للمسلسلات في مسز مارفل ده برضو مفروض هينزل السنه الجايه. وهيبقى عندنا هوك اي، ده اللي بقى انا مستنيه جدا سواء مسلسل او الفيلم، انا بحب الشخصيه بتاعت هوك اي جدا، بحب جيريمي رينر قوي، مستني بجد المسلسل ده. لو كان اتعمل فيلم كان هيبقى احسن انا شايف من وجهه نظري، يعني ليه مسلسل انا مش عارف. وهيبقى في عندنا حاجه اسمها مون نايت، ما اعرفش ايه مون نايت ده. سمعت ان مون نايت ده تقريبا المخرج هيبقى دياب، هيبقى محمد دياب تقريبا المخرج المصري بتاعنا، اللي هو المخرج بتاع فيلم اشتباك تقريبا، واشتباك و اسمه ايه ده الفيلم بتاع ماجد الكدواني ده ايطال صناعي، هيبقى مش عارف اذا كان هو محمد دياب وكمان اخوه واخته شيرين دياب ولا هيبقى محمد دياب بس تقريبا انا متاكد مليون في المية ان كان قالوا محمد دياب هو هيبقى مخرج مون نايت. على فكره مارفل يعني دي حاجه بالنسبه لنا، دي حاجه واو يعني، ومتحمس جدا يعني انه هيبقى في مخرج مصري اخيرا هيعمل حاجه في مارفل، ده هيبقى حاجه انكسبكتد بجد يعني، اتمنى تطلع حاجه حلوه يعني. وعندنا حاجه اسمها شي هالك بدل هالك، عارفين هالك هيبقى بقى شي هالك يعني بيت يعني، ما اعرفش انا مش قاري كوميك بوكس فانا ما اعرفش فمش عايز اهبط بصراحه، بس اكيد تقريبا في بنت يعني هالك. وعندنا جاردين اوف ذا جالاكسي هوليداي سبيشال، تقريبا ده هيبقى فيلم على ما اعتقد بس هينزل في 2022 تمام. وعندنا حاجه اسمها سيكريت انفيجن، ما اعرفش لسه برضو هيبقى فيلم ولا مسلسل لسه ما استقروش. وعندنا ايرون هارت برضو لسه مش عارفين مسلسل ولا فيلم بس احتمال كبير هيبقى مسلسل. وارمور وورز دي بالنسبه للحاجات بتاعت عالم مارفل السينمائي سواء الافلام والمسلسلات. متحمس لحاجه انا عن نفسي؟ انا مش متحمس لاي حاجه في فيز 4 سواء من الافلام او المسلسلات. المسلسل الوحيد اللي انا متحمس له هو هوك اي، ده الحاجة الوحيدة اللي متحمس ليها. بالنسبة للأفلام بقى فيس 4، الحاجتين اللي أنا متحمس إن أنا عايز أشوفهم بعد كده بالنسبة لي على مارفل السينمائي حرفيا هينتهي، هو سبايدر مان الجديد اللي عايزين يعملوه بتاع مالتي فيرسو، ده لسه هينزل السنة الجاية 2021 في ديسمبر على ما أعتقد، نوفمبر ديسمبر على ما أعتقد. والحاجة التانية اللي أنا متحمس لها دكتور سترينج مالتيفيرس أوف مادنس، ده هيبقى الفيلم التاني، هيبقى الفيلم التاني بتاع دكتور سترينج وخلاص على كده. الأفلام التانية كلها بالنسبة لي هتبقى ولا هيبقى ليها أي لازمة، حاسس إن هو مجرد هيبقى رزع وخلاص. بس دول أكتر حاجتين أنا مستنيهم في الأفلام وفي المسلسل يعني بتاع على مارفل السينمائي اللي هو هوك آي. بالنسبة للمسلسل اللي نزل له تريلر، نزل له تريلر اول امبارح بس لسه ما اتفرجتش عليه، عايز اعمله تريلر رياكشن اهو دلوقتي، وهو مسلسل لوكي. ده المسلسل اللي فيه ناس كتيرة كانت مستنية، انا عن نفسي يعني انا عارف انتم ممكن تسبولي دلوقتي بس انا عن نفسي واحد من يعني واحد من الناس اللي ما بحبش شخصية لوكي على فكرة، يعني مش بحبه يعني، في ناس كتيرة جدا بتحب لوكي اكتر من ثور نفسه بس انا مع الاسف مش بحبه يعني، مش بيجي مع سكة قوي يعني. انا بحب كابتن امريكا وعارف ان في ناس دلوقتي هتشتمني وتقول لي كابتن امريكا ايه اللي انت بتحبه ده، بس انا يعني رايكم احترم وانا يعني رايي يحترم يعني، واحد ناس بتحب حاجة وانا بحب حاجة تانية يعني. انا ما بحبش لوكي بس بحب كابتن امريكا عن نفسي يعني، يعني انا بالنسبه لي كابتن امريكا ده ماي فيفوريت كاركتر في عالم مارفل السينمائي يعني، عارف انت ممكن تسيبوا لي طب فين ايرون مان، طب فين مش عارف ايه، طب فين مش عارف ايه، انا بالنسبه لي كابتن امريكا اتس هيز ماي فيفوريت يعني. معانا هو هيبقى 6 حلقات بس على فكره، لوكي هيبقى 6 حلقات بس، هيبقى توم هيدلستون هو طبعا البطل يعني هو بتاع لوكي، وهيبقى في معانا كمان ريتشارد اي جرانت. ريتشارد اي جرانت ده اللي كان مترشح
السنه اللي فات من سنتين الاوسكار من سنتين الاوسكار تقريبا 2018 على ما اعتقد او 2019 كان ريتشارد اي جراند كان مترشح في الفيلم اللي كان مع ميليسا ماكارثي, بس مع الاسف ما اتفرجتش على الفيلم اللي هو كان يو ايفر فورجيف مي, بس مع الاسف ما اتفرجتش على الفيلم وكان نفسي اتفرج عليه بس ما شفتهوش. يعني سمعت ان ميليسا ماكارثي عامله شويه شغل حلوين يعني في الفيلم, بس انا مش من محبين بصراحه ميليسا ماكارثي, بس انا سمعت ان الفيلم ده حكايه يعني وهو مثل حلو وهي مثلت حلو, بس مع الاسف ما شفتوش. بالنسبه للمسلسل هيبقى كمان موجود اوين ويلسون, بقالي كتير جدا ما شفتش اوين ويلسون في اي حاجه ولا في فيلم ولا في مسلسل, ما اعرفش ممكن يكون عمل بس انا مش متابع بصراحه, ومتحمس يعني ان انا اتفرج على اوين ويلسون في مسلسل لوكي يعني. ويعني قبل ما اشوف التريلر حتى قبل ما اخش على طول على التريلر, مش عارف هو التريلر هيبدا ازاي. يعني اخر حاجه احنا شفناها للوكي في افنجرز اند جيم ان هو كان هرب, يعني بعد ما الافنجرز رجعوا تاني في الزمن لورا كان لوكي اخد التيسراكت وبعد كده سافر عبر الزمن راح منطقه تانية وبعد كده اختفى ما نعرفش عنه اي حاجه. ده كان في الوقت بتاع لوكي, وانا عارف وكنت متاكد مليون في الميه ان هو ما كانش مات, يعني ده انا كنت متاكد منه في مليون في الميه ان هو ما كانش مات. في التريلر بقى هل هنشوفه ثور؟ هل هنشوفه ناتالي بورتمان اللي كانت موجودة في ثور؟ هل هنشوف كان اسمه ايه حاجة سكارزغارد اللي كان موجود في ثور؟ كان اسمه كده على فكرة, كان اسمه حاجة اللي هو ابو الراجل اللي كان عامل ات ابو بيل سكارزغارد, هو كان اسمه حاجة سكارزغارد ستالن, ايوه كان اسمه ستالن سكارزغارد الراجل عجوز كان تقريبا عالم رياضيات او عالم حاجة في ثور الجزء الاولاني والجزء التاني. هل هنشوفه؟ ممكن ما نشوفوش, الله اعلم. فدلوقتي هنتفرج على طول على التريلر. بالنسبه للاخراج وبالنسبه للكتابه والاخراج انا ما اعرفش مين كاتب المسلسل بتاع لوكي, حتى هنا عندي مش موضحين, فغريبه قوي ان هم مش كاتبين مين اللي كاتب ومين اللي اخرج المسلسل, غريبه فشخ يعني, كاتبين بس الممثلين يعني. بالنسبه للتريلر دلوقتي هنتفرج على التريلر بتاع مسلسل لوكي لأول مرة, طبعا متحمس جدا عايز أشوفه عشان عايز أعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. زي ما كنت موضح من شوية أنا على فكرة مش من محبين شخصية لوكي أو الكاركتر يعني بتاع لوكي, بس أنا حابب أعرف إيه اللي هيجيبوه يعني بعد نهاية إنفينيتي وور وبعد نهاية إند جيم, فإيه بقى اللي هيحصل عايزين نعرف. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر, انا هتفرج عليه هنا عشان انا التلفزيون حاطه هنا, مش هتفرج عليه هنا, مش هتلاقيني باصص كده, هتلاقيني باصص كده يعني التلفزيون هنا قدامي. طبعا ما اشوفش التريلر ورا مره, هشوفه دلوقتي معاكم لاول مره, يلا بينا. Taking me somewhere to kill me. No, I'm taking you someplace to talk. Where I lie, I don't like to talk. Talky. How long have you been here? I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. Glorious. اوكي يا جماعه, التريلر جامد فشخ يعني. انا يعني زي ما قلت انا مش من محبين على فكره شخصيه لوكي, بس عايزين الصراحه انا في المسلسل هتفرج عليه يعني. ايه ده, شكله جامد جدا يعني. انا حتى المشهد اللي جه في الاخر ده يعني, ثواني كده,
عايز اقول حاجتين ثواني. المشهد ده يا جماعه هو ده كابتن امريكا؟ يعني انا مش عارف، ممكن اكون بهبد، بس انا عايز اعرف هو ده كابتن امريكا ولا ده مين؟ مش جايبين وشه. هو ايوه ده كابتن امريكا. ثانيه كده، تقريبا ده كابتن امريكا. تصدقوا اهو البتاعة بتاعه ده اللي هو لابسه وشعره كان ده في وقت انفينيتي وور. ده كابتن امريكا في انفينيتي وور تقريبا، على ما اعتقد يعني، انا مش عايز اهبط برضو، بس تقريبا ده كابتن امريكا في انفينيتي وور، البتاعة اللي كان لابسه وشعره الطويل، وادي دقنه، انا دقنه باينه، واهو البتاع اللي في ايده ده كان اسمه ايه، الشيلد كان في ايده اللي كان عامله له بلاك بانثر مش فاكر اسمه ايه. معلوماتي عن مارفل وقعت بعد اند جيم. كان اسمه ايه نسيت اسمه. الفايبرينيوم كان اسمه فايبرينيوم ولا كان فايبرينيوم ده كان بتاع اسمه ايه ده بتاع وينتر سولجر، مش فاكر. هو عامه الشيلد الاسود اللي كان بيتفتح كده ده، والله هو كابتن امريكا، والله هو، انا متاكد 100% انه هو. بس هو المشهد سريع قوي لدرجه انت مش هتشوفه. اهو هو، والله هو. مارفل ساعات بتستهبل وبتحط حاجات كده عشان الواحد يتحمس. دي اول حاجه كنت عايز اقولها، او دي من الحاجات اللي شدتني وانا بتفرج وحرفيا خلتني هايبت اكتر. يعني المشهد اللي في الاخر هو بيقع من الطياره. هو المشهد ده كابتن مارفل اللي اخدته؟ يعني بصوا كده، بصوا ده كابتن مارفل صح؟ اعتقد كابتن مارفل برضو، انا معرفش. حاجه تانية يا جماعه عايز اقف عندها، معرفش برضو، ظهرت في اقل من ثانيه. يعني بصوا التريلر دقيقتين وحبه، يعني التريلر طويل، يعني دقيقتين وحبه جابوا حرفين في مشهد. يعني انا وانا عمال ابص برضو كنت عايز افصفص كده لو لقيت حاجه مهمه اتكلم عنها، مشهد حرفين ظهر ثانيه. هي اللي قاعده دي مش بلاك ويدو؟ مش اللي قاعده دي سكارل جوهانسون بلاك ويدو اهي؟ انا تقريبا هي، بس انا ما اعرفش ده فين، ده في اسغارد ده ولا فين، ده انا مش عارف ده فين، بس انا متاكد 100% دي بلاك ويدو بتاعت انفينيتي وور، مش بتاعت اند جيم، عشان في انفينيتي وور كان شعرها اصفر، وفي اند جيم كان شعرها احمر. هنا كان شعرها اصفر. تقريبا هي دي بلاك ويدو تقريبا. انا عمال بشوف كده في حاجات حلوه ممكن الواحد يلقطها ولا لا. يعني بصراحه انا التريلر عجبني جدا، وفعليا هتفرج عليه، وشكلي كده هبتدي احب لوكي بصراحه. يعني انا ما كنتش متوقع ان ممكن احب كاركتر من مجرد تريلر. يعني هبتدي احبه، وشكلي هبتدي اتفرج عليه فعلا المسلسل ده لما هينزل. يعني حرفين في لقطات بتيجي كده وانا بقف عندها بشوفها. يعني ممكن يكون في حاجات تانية اصلا وانا ما خدتش بالي منها، او اتقالت وانا مش اخد بالي منها اساسا يعني. بس المسلسل اوفر اول شكله حلو جدا، واحلى التريلر احلى بكتير من واندا فيجن بكتير. التريلر بتاع مسلسل واندا فيجن شكله اصلا مسلسل فقيع بجد، يعني مش عجبنيش خالص. المسلسل ده التريلر بتاعه شكله احلى بكتير، ومبسوط جدا ان في اون ويلسون هيبقى مع لوكي. يعني هيبقى صباح الضحك. يعني مش قادر فعلا بجد عايز اتفرج عليه. انا بس الحته اللي في الاخر دي يعني معلش عايز ارجعكم عند حته تانية. معلش كده ثانيه خليكم معايا عشان المسلسل ده شكله بجد هيرجعني تاني، هيرجعني الهايب بتاعت افنجرز اند جيم وانفينيتي وور. بصوا المشهد ده معلش. تفتكروا طبعا ما جابوش مين تفتكروا اللي جه ده كابتن مارفل ولا هيم دايل؟ عشان هو كان وهو في الطياره كان قال هيم دايل ولا هيم دايل، مش فاكر اسمه ايه، اللي هو ادريس البا. هيم دايل ولا هيم دايل ما مش فاكر اسمه. تفتكروا ده هيكون هو ولا هيكون كابتن مارفل؟ انا برضو مش عارف. انا نسبه يعني بجد المسلسل لوكي بجد شكله واو. انا نسبه ترقبي بكل تاكيد 9/10 المسلسل. ما كنتش متوقع ان انا حدد درجه الانتسيبيشن دي اساسا خالص، خصوصا ان مسلسل واندا فيجن بصراحه شكله مسلسل فاكسان جدا. المسلسل ده انا متحمس بصراحه اشوفه.
طبعا الناس بقى اللي هم الجيكس بتوع مارفل بقى، عالم مارفل السينمائي، اللي هم بيخشوا كده في الديتيلز بقى ويركزوا، حتى لو البيت بتاعهم ولع تلاقيهم قاعدين مركزين في التريلر. دول بقى طبعا دي ناس حرفيا متربين على مارفل وهم لسه يعني عندهم سنتين تلاتة يعني. فده انا اللي لقطته، ده لقطته بس وانا بتفرج عليه لاول مره حرفيا والله. ممكن يكون في حاجات تانية انا ما خدتش بالي منها كمان، بس انا لو قعدت من هنا لبكره ممكن اطلع في حاجات. بس انا يا نهار اسود، دي الحلقه دخلت في 25 دقيقه. انا اسف. اول مره في تاريخ هذه القناه يبقى في تريلر رياكشن لمده 25 دقيقه الحلقه. انا بجد اسف، ما كنتش اعرف ان يعني المسلسل او التريلر بتاع المسلسل اخدني جدا لدرجه ان انا ما خدتش بالي ان حرفيا الفيديو داخل في اكتر من 25 دقيقه. انا بجد متاسف. طبعا مع الايديتنج هيبقى اكيد هيبقى اقصر من كده، بس اول مره في حياتي اعمل تريلر رياكشن بالطول ده كله يعني. بس نسبة ترقبي قلت 9/10 لمسلسل لوكي. متحمسين نشوفوا اي تريلرز تانية هتنزل لمسلسلات عالم مارفل السينمائي او حتى افلام. الافلام زي ما قلت سبايدر مان ودكتور سترينج بس اللي مستنيهم، وبالنسبة للمسلسل بتاع هوك اي، وطبعا المسلسل اللي هو ده اللي هو لوكي. المسلسلات التانية هنتفرج الاول على التريلر بتاعها وبعد كده هنحكم. زي ما قلت لكم انا واندا فيجن قفلني، فمش عارف اذا كان هتفرج عليه ولا مش هتفرج عليه. فعشان اكون صريح معاكم، لو عمل ضجه ولو حسيت ان هيبقى فيه افنجرز بقى فايبس واند جيم وانفينيتي وور وكاركترز هتظهر وبتاع والناس بتتكلم عليه هتفرج عليه، انما لو هيبقى مجرد عباره عن هبل وبتاع ما اعتقدش. فهشوف، بس ده طبعا هتفرج عليه، ده متاكد مليون في المية لوكي ده هتفرج عليه. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها، ومتاسف جدا لو طولتوا عليكم في الحلقه غير العاده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضو تعملوا لي سبسكرايب للشانل التانية اللي مش عايزين تعملوا لها سبسكرايب، اللي هي هوم الون. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. مش عارف انتوا مش عايزين تعملوا لايك، مش عايزين تعملوا سبسكرايب ليه في الشانل هوم الون؟ انا كل يوم تقريبا بقيت بنزل فيديو وفيديوهين. فبعد اذنكم الناس اللي هنا موجوده على هوم سينما، يا ريت تروح تشجعني وتعمل لي سبسكرايب في الشانل التانية بتاعه هوم الون، اللي بيحب الالعاب الرعب واللي بيحب القصص الرعب اللي هي بالفويس اوفر، بصوتي انا بالترجمه، بصوتي انا بتكلم بالانجلش وفي ترجمه بالعربي تحت، اللي حابب يقرا او اللي حابب يسمع زي ما حابين. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام، هسيب لكم برده اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.